السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشخباركم؟ أتمنى يا رب هاد لا فيديو تلقاكم في أتم الصحة والعافية كيف دائما. هاد العشية هادي بغيت نصايب واحد الوصفة، هي دوريجين كنديان، سميتها باتي شينوا. وخا سميتها باتي شينوا ما عندها حتى علاقة بلاشين، هي كيف ما ذكرت أصلها كندي. هاد الوصفة هادي تتعجب فريمون، مشهورة عندهم هنايا في كندا وتتعجب الصغار والكبار، كيف مثلا حنايا الكسكسو او الطاجين. نتمنى يا ربي ان هاد الوصفة هادي تعجبكم. انا غنديرها، مي غنديرها بطريقتي انا، تنزيد عليها واحد اللمسة. الطريقة اللي تيديرها هما انهم تيديروها بمايس كريمي، انا تنديرها بالمايس عادي، حبيبات غران. واللمسه اللي تندير لها هي انني تنضيف لها زيت الزيتون وتنديرها اربعه طبقات اوليو ديال ثلاثه طبقات. نتمنى يا ربي تعجبكم هذه الوصفه هذه، ونكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو ديروا لي ابوني ولا سبسكرايب، وتفعلوا الجرس وتخليوا لي دي لايك دي كومونتير. جزاكم الله خيرا، وخليكم معايا تشوفوا المقادير. على بركه الله نبداو المقادير ديالنا لهذه الوصفه. اللي تنحتاجو ليها الكفتة، المايس غران، او اللي بغى يدير المايس اون كريم يمكن له يستعملو. عندي هنايا البطاطا اللي مقطعة مربعات حيت غادي نسلقوها ومن بعد نعجنوها على شكل بوري. عندي هنايا البصلة مشلضة، عندي نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، نصف ملعقة صغيرة ديال الابزار، معلقة صغيرة ديال القزبر حبيبات او الكوريوندر مولو. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الثوم عجين، الا كان الثوم اون بودر تيكون فريمون حسن، تيجي رائع، انا تسالى ليا. وعندنا زيت الزيتون، وهنايا في الاخير كاين حسب الاذواق اللي غي سوا غيتكال بالكيتشوب سوا غادي تكال بالحار او لا الهريسه. هنايا غادي نديرو البطاطا في الماء اللي ديجا سبق لي وخليته يغلي، وديجا درت فيه الملح، غادي نخليوها ان شاء الله تسلق. وغادي ندوزو ان شاء الله نوجدو الكفته. غادي نديرو الزويته زيت الزيتون ونديرو فيه هذيك البصيله تشحر. واحد شويه ونزيدوا عليها الكفته وهذيك التوابل اولا العطريه. من بعد ما نزلت ليا البصله ديالي شويه غادي نضيف عليها الكفته والعطريه، ونخلي نزيد لهم شويه، نقليهم حتى هما شويه، ونضيف لهم شويه الماء ونخليهم يطيبوا. من بعد تشوفوا الشكل ديالها الاخر، تشوفوا معايا كيفاش يجي. الإضافة اللي أنا تنزيدها هما ما تيديروهاش كاع، تيديرو باكوه بلاصتها بابريكا أو الفلفلة حمراء، أنا تندير الخرقوم تنضيفو باش ما تيجيش هذاك اللون ديالو أبيض. تيجي عاطي اللون. وهنايا من بعد ما طابت البطاطا غادي نمسوها هكا تتولي بحال العجين، والكفته ديالي ها هي دي وجدات، والمول دهنتو بالزبده. غادي ان شاء الله نديرهم طبقات، غادي ندير طبقه ديال البطاطا من تحت وطبقه ديال الكفته وطبقه ديال المايس، ومن الفوق نغطيها بطبقه اخرى ديال البطاطا، وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالها الاخر.
هنايا من بعد ما درت واحد الطبقة ديال البطاطا، غادي نضيف طبقة ديال الكفتة. من بعد غادي نضيف طبقة ديال المايس، وفي الاخير غادي نغطيها بطبقة ديال البطاطا هذيك اللي بقات من النصف الاخر. وهذا هو الشكل ديالها، من بعد ما ضفنا البطاطا في الاخير تجي على هذا الشكل طبقات. غادي ندخلوها الفران اللي سقليه سخنته على 180 درجة. غادي نخليوها تقريبا 20 دقيقة حيت كل شيء طايب ما تتاخدش الوقت بزاف. كيف ما ذكرت غادي ندير لها تقريبا 20 دقيقة، ماشي بزاف. من بعد ما خرجتها من الفرن غادي ندير لها واحد ديكوراسيون بسيطه بلاصوص بيكونت. غادي تشوفوا ان شاء الله نقطع واحد الطريف وتشوفوا في الاخر كيفاش جا. وهذا هو الشكل ديالها النهائي، تجي على هاد الطبقات. نتمنى يا ربي تكون عجبتكم هذه الوصفه الكنديه. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليوا لي دي كومونتير اي دي لايك. خليت لكم رحمه الله، والسلام عليكم. Thank you.